شوقي القبتني هو الرئيس رئيس جسية كلسة. مرحبا بك سيدي. يا خويا يعطيك صحة. أنا موردنا بحضور. يعطيك صحة أنت على الاستضافة. أمورك طيبة؟ أنا مبكري قلت قربس. بون الأخي خاطر ريت مرة في قربس. نعرفك في قربس. وأنت كلسة قربس مش بعض على بعضهم. لا بحضنا. حتى ميم ليزاكتيفيتي قراب لبعضهم. مرة زاد معك محمد علي معاوي. مرحبا بيك خويا. شنو أحوالك صفا؟ الحمد لله. حسيتك حشام شوية محمد علي. عندي شوية تراك هذاك. ما يسالش. تونستانس تونستانس. مرحبا. سي وليد ساسي أستاذ تربية بدنية. مرحبا بيك سيدي. شكرا على الاستضافة. ربي يفضلك. وربي يفضلكم وإن شاء الله من نجاح لنجاح. يعيشك ربي يخليك. وجيت بحثين على خاطر نحكي وأنت تريني زاد في الكرة. نحكيو على ليفينمون اللي هو عندنا تاكلسا. فوت مش فود فوت كيدز خاطر بعض الماكله باش يمشيو للولاد تفرق شويه دونك فوالا مرحبا بكم دونك ايفينمون والمره اللي تعمل في تاكلسا باش تلموا يظهر لي المدارس اللي موجوده الكل والمدارس هذيك اللي في تاكلسا اللي باش تبنيو بها او باش تعملوا ايفينمون كبير نتاع فود. تفضل سيدي. يعطيك صحه امي. دونك نعرف شويه بالجي سي ك الغرفة الفتية العالمية هي منظمة بربي راني حفظتها برس أمك راه ما تعرفش ليش جسي راني حافظها حافظوها معنا باركور. حكينا ممكن أكثر على على تاكلسا وعلى جيسي تاكلسا لي زيفينمون اللي تعملوا. دونك جيسي تاكلسا عندها عامين تو يكمل كرياسيون نتاعها. خدمنا زيفينمون معناتها باهينا اللي شال معناتها ريجيونال. خدمنا أول إيفينمون شاركنا فيه هو تريتلون تخدم عام ناو لو 13 مي وتعرف انت البوتنسيال نتاع تاكلسا هذيك البحورات نتاعنا والكل. دونك عندنا افونتاج كبير انه نعمل ديزيفينمون سورتو هذيك في الصيف معناتها ديزيفينمون نتاعنا ديما في كل وقت تنجم تعمل ايفينمون هذيك فيرج بلاصه وي بلاصه تعمل 66 كيف ومشيو شوفوا شو اللي فما هذيك تفهموا على شو قاعد نحكي. احكي على بحر وجبل والحقيقه شيء يعمل 66 كيف باهي برشا. محمد علي مرحبا بك. يا سيدي دونك ليزاكتيفيتي اللي عملتوهم. انا ممبر في جي سي تاكلسا اي ومعناش نخدم الاكسيون هذيا مع اصحابي كل كي وربي يوفق وربي يوفقنا ربي يوفق. خلينا نحكيو مع وليد ساسي ممكن هو المشرف معاكم في ليفينمون هذايا اللي هو في الاكاديميه اللي هو تاكلسا فوت كيدز. اخترتوا فئه صغار من لو كان تحكينا على الفئه العمريه وشنو اللي باش يكون بالضبط في ليفينمون غاديك؟ بون احنا نتوجه احنا وباسم الاخوين زاد نتوجه بالتحيه معناتها الليطار المشرف اللي معايا اللي هو سي حمزه جمالي زاد مدرب متحصل على الدرجه الاولى واستاذ تعليم ابتدائي انا كيف كيف معناها استاذ فوق الرتبه تعليم ثانوي متحصل على الدرجه الثانيه اختصاص كره قدم. عندنا الاكاديميه ذي معناتها حديثه النشاه عندها بريسك 3 شهور. ليفينمون اللي هو باش تلموا احنا ليفينمون غدويكا باش يكون معناتها ان شاء الله 9 نتاع الصباح في فضاء الكوثر بدويلة باش يجمع معناها المدارس الابتدائيه الكل نتاع منطقه تاكلسا بريسك معناها 10 مدارس باش يكون في العمار معناها السن في العمري باش يكون 10 سنوات معناها الصغيرات باش نقسموهم في شكل فرق باش تكون مقابلات تنافسيه معناتها بين الصغيرات هذوما وفي الاخر معناتها تحت اشراف معناتها الاخوين وكل شيء فما من بعد باش نعملوا لهم انيماسيون وكل شيء معناتها باش نحاولوا معناتها نبثوا معناتها الفرحة واحد وكل شيء في قلوب الصغيرات نتاعنا. مهم مهم العودة المدرسية وانه نعرف مليح كي تتلم صغيرات ويتعمل ايفينمون في كومبيتيسيون معناتها في الرياضة حاجة تعمل 66 كيف. شوقي علاش اخترتوا تمشيوا تعملوا الايفينمون هذايا وين تحبوا توصلوا بيه؟ باهي احنا تعرف انت ديما نخدموا احنا على الصغار. بري دي فاش دي سيليكسيوني في بروغرام ميغيست دو لا فونداسيون بيات خدمنا ايفينمون اكسيون في جورني سميناها ايكوسكو. خدمنا مع المدارس الكل تقريبا معناتها عملنا 13 مدرسه فرد نهار. لا نحكيو على تاكلسا اي تاكلسا اي كان عندنا ديفي انه نخدموا 13 مدرسه فرد نهار نعملوا فورماسيون صغار على الانفيرونمون معناتها من وقتها بدينا نخموا انه ديما نخدموا مع الصغار معناتها مش نخدموا كانوا على الصغار كانوا نخدموا مع الناس الكل لكن الصغار شفنا فيهم معناتها القوه اللي دي معناتها اي نجم صغير اذكى برشا من الكبير معناتها كي تخدم مع صغار حتى تويك عندنا دي زيفينمون باش نحضرهم بعد في لونتربرونيا معناتها مع الصغار معناتها اي حاجه اي
باش نعملوا دي زيفينمون معناتها مع المدارس تاع كلسه الكل، دونك مركزين على الريجيون تاعنا. معناتها اخترتوا توما صغار هذا في اطار برنامج كامل. ليفينمون تاع الكوره تو اللي باش تعمل في تاكلسه غاديك نعرفوا مليح، وانه تلقى بارفوا دي بوتونسييل يعملوا 66 كيف. ناويين تمشيوا به بعيد ليفينمون هذايا، ناويين تعملوا دوره ثانيه، وناويين حتى اذا لقيتوا كعبه اثنين تاثروهم تمشيوا معهم لبعيد. بون كونسيرنون معناها الاكاديمي نخدم فيها انا وزميلي حمد جمالي، دونك نتنقلوا ديما للاكاديمي الاخرين، معناتها تنقلنا دارير مون معناتها الاكاديمي نيابوليس اللي يشرف عليها سي سفيان فطوم مدرب في النادي الافريقي، وتنقلنا الاكاديمي غرومبيليا زاد في مع سي اسكندر مجبوره، معناتها غادي نتنقلوا وان شاء الله معناتها في القريب هذه باش تكون معناتها التظاهر بتاع غدوه باش تكون على النطاق المحلي معناتها خاصه بتاع كلسه، وبروشينمون ان شاء الله معناتها باش نحاولوا معناتها نجمعوا في الكابون الكل معناها منطقه الحمامات منطقه غرومبيليا زاد كيف كيف في بوعرقوب منطقه نابل، ان شاء الله باش نحاولوا نجمعوا معناها دي اكاديمي اخرين ونعملوا تورنوا معناتها جورني كامله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقكم. غدوه الحي في تاكلسه مع وقتاش؟ 9 نتاع الصباح نص نهار ان شاء الله. 9 نتاع الصباح حتى لوقتاش؟ نص نهار. نص نهار هكاك. عندك شي حويجه تحب تقولها محمد علي؟ والله نشكرك انت على الاستضافه. بار الشكر بعد الشكر سيدي للمماليكم غاديك في تاكلسه والاولياء اللي لازمهم يجيبوا صغار. الاولياء الكل كاين معناه يجوا، هو يوم تنشيطي معناه. تم اعلام المدارس الكل بالفيديو. كلمتوا المدارس الكل والمدير الكل. ساروا انفيتاسيون زاد. السلطات المحليه والحمايه لازم تكون في بالها. هذه نتصور انه لي جي سي ما تغيبش عليها ولادي تاع يضم. المهم حاجه تاع بيان اورغانيزي يا به. دونك غدوه الحي حتى الاولياء اللي باش يخافوا على صغاراتهم وغيره باش نلقاو الحمايه موجوده امنيا مريقله والنسمه مزيانه، ويظهر لي حتى الطقس اللي باش يساعدكم مليح مليح. وغدوه اللي هو فما طقس كلها معائليه الكل معناتها الصغار معناتها باش يجيهم اولياءهم باش يعديوا نهار غادي مزيان في الاسباس هذايا في ولا في تاكلسه. وان شاء الله يتعدى ايفينمون باهي. ان شاء الله يتعدى ايفينمون مزيان. ان شاء الله الدوزيام ايديسيون باش تكون كيف كيف بالشراكه مع الاخيين وليد وحمزه في الاكاديمي نتاعهم، باش تكون اليشير ريجيونال كيما حكى وليد، ان شاء الله تكون حاجه مزيانه. تكون معما اكثر وهكاك تنجموا تحركوا الحركيه، تكون فما حركيه اكبر ممكن في في تاكلسه وفي دويله وفي قربص وهكا البلايص اللي نحبهم برشا وعزيز على قلبي انا شخصيا. وبكل صراحه يستحقوا انه تكون اكثر انيمي المدينه غاديكا، ولانه فما طاقات شيء كبير. ربي يوفقكم في كل وقت. مرحبا بكم اذا عندكم ايفينمون في كل وقت. مازال عنده الشكر يظهر لي وليد. نتوجه بالشكر سي عبد الكريم الطرابلسي وسي يوسف فرحات، هذوما من معناتها بارمي لي بارون معناتها اللي عاونونا برشا. سي عبد الكريم هذا هو اللي جاب لنا سبونسورينغ العادة وشجعنا وكان واقف معنا من الاول للاخر. وبارك الله فيك. تحيه من عندي باش نهدي له زاد غنايه باهيش زاد نهدي له غنايه. انت زاد عندك شكر يا سيدي. شكر وكاو. دونك اول حاجه يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه الكل في راديو ميد اول مره معاكم في زون. مرحبا مرحبا. نقدموا تحيه لموبر نتاعنا الكل اللي معناتها تويك عمي نخدموا وان شاء الله ربي يوفقكم. ان شاء الله كنت زاد تحب تسلم على حد ينوبني. ينوبني كنت تسلم على الوالده وخالد ايمن. ان شاء الله ربي يوفقكم. مرحبا بكم الكل. عايش كيما عايش. سلم برشا على مليكم الغاديك نحبهم برشا. مرحبا بك يعيشك. شكرا لكم على حسن المتابعه. مرحبا بكم الناس الكل.